فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الصلاة أو هل تجوز الصلاة على الأموات في وقت النهي، لأن كثيرا من الناس يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر؟ أي نعم، لأن صلاة وقت النهي بعد العصر طويل وتتضرر الجنازة، يصلى عليها بعد العصر وبعد الفجر وقت طويل ما تحبس الجنازة، يصلى عليها. نعم.